وقل رب زدني علما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، متفق عليه. وهذا أيضا من جملة الأحاديث النافعة في باب المراقبة، أن يتذكر الإنسان عندما تحدثه نفسه بمعصية أو مقارفة ذنب أو وقوع في خطيئة أن الله سبحانه وتعالى يغار، فليحذر من الذنوب ومقارفتها حتى لا يبوء بغضب الله وسخطه عليه سبحانه وتعالى. فالله يغار أن تنتهك محارمه وأن يفعل ما نهى سبحانه وتعالى عنه. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما خطب الناس في صلاة الكسوف قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله، يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. قال ذلك محذرا من الزنا ومذكرا بالغيرة التي هي صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد أغير منه عز وجل من أن تنتهك محارمه. وهذا الواجب على المسلم أن يتذكر ذلك عندما تحدثه نفسه، أن يتذكر غيرة الله سبحانه وتعالى، فيخشى الله ويخاف الله ويراقب الله سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكناته، ويكون في أشد الحذر والمجانبة للذنوب والوقوع فيها.